هدف تنموي وفي دعم بالمفهوم دعم، يعني لو مفروض يتعمل هنا والناس مش قادره لازم نوفر الفلوس والامكانيات انها تتعمل. فالموضوع ده موجود والفكر بتاع المشروعات الصغيره والمتوسطه والمتوسطه الصغيره ووجود القانون، بس بقى مش هتدخل بس يقعد في اللائحه، دي بجد قانون غير اللائحه بتلاقي بس اوكي مفهومه هيفك مخ الناس سنه، انما مش هيمضي ومش هيطلع بجد. ف يعني بجد لو في اي مساعده نقدر نعملها بحيث اللائحه تتعمل وتعتمد هتدي يعني دفع جامده لهذا الموضوع. المشروع الثاني اللي هو يشبهه وده كان معمول مع البنك الاهلي ومع جهازه ولا يزال مع البنك الاهلي ومع جهازه، وهو المنافذ المتنقله. والمنافذ المتنقله على قد ما انا شايفها قد تكون افضل، المواطن المصري لغايه النهارده شايف المحل ويفتح ويقفل ويروح عليه اقبال اكتر من المنفذ، بينما المنفذ ده برضه في كل المواصفات. والنهارده مع اللحوم والدواجن وكذا وكذا، سواء العربيه نص مبرده او فيها نص جاف او في عربيات مبرده بالكامل او جافه بالكامل، الاقبال او محتاج رفع وعي او محتاج حاجه كمان. كانت المشكله ويمكن اتناقشنا فيها السنه اللي فاتت اتحلت سنه، اللي هو المكان اللي يبقى موجود فيه. نسقنا مع المحافظين وابتدى يبقى موجود معروف له مكان، بسبب متاسف يعني مش كل الناس وكل الاجهزه عارفه يعني ايه مشروع عربيات كذا. يجوا لو في ميدان الجيزه يقولوا عامل له مخالفه ومديله كذا يعني. فكان في بعض المعوقات في المنطقه الجغرافيه التي يجوز للمنفذ ان يتحرك فيها، وبرضه مش مفروض ان هو موجود في المركز ده يروح ياخد زباين من مركز تاني او يجي كانوا بيجوا على مداخل القاهره وحتت الزحمه ويقفوا وهم يكونوا من الشرقيه المرور يقول لهم. يعني في كان عدم التزام وعدم انضباط بالتنسيق مع معالي وزير التنميه المحليه ومع المحافظين، وبقينا قبل ما نوافق الكلام المحترم اللي سمعته النهارده ممكن يبقى في تنسيق قبل ما نوافق، بنبعت الناس للمحافظات وادي عنوان وادي المنطقه اللي هو عايز يشتغل فيها، وبيجي لنا موافقه من المحافظ خليناها جزء اساسي من الموافقه قبل التشغيل. والمعدل قليل، يعني احنا في المرحله السادسة، ودي المشروع ده انا ابتديته زي ما شايف رئيس اللجنه، انا كنت وزير التموين فابتديته من زمان، في المرحله الاولى والثانيه والثالثه والرابعه، اتعملت الخمسه انا ما كنتش وزير، عملت السادسه في العربيات اللي هي كلها ثلاجه والمهمه جدا، والخمسه ضمن مهمه جدا، دي بقى شغاله اكتر من 1.5 طن بسبب بتنقل وبتاخد الكميات كبيره و و و و، بالاضافه ان احنا عملنا ال1 طن اخيرا برضو مع البنك الاهلي ومع الجهاز ومعانا، بحيث ان احنا نشتغل وشغالين وممتازين، ولكن الاقبال قليل. احنا كان عندنا في المرحله الاولى 250، كل اللي قدرنا نشغله لغايه اللحظه دي 150 من 250 في المرحله السادسه، مش الاولى السادسه. ولسه عندنا طلبات، في طلبات بتيجي ولكن برضه لازم يكون معاه رخصه ولازم يكون كذا ولازم يكون في شوط كذا والسن وكذا، يمكن الشخص نفسه بتبقى عليه شروط اكتر من اللي بيفتح جمعيات، بالاضافه الى الكريدت او الاستعلام البنكي اللي بيتم من البنك الاهلي
واستعجلناهم اكتر من مره، والصندوق الحق وخال او الجهاز فلوسه موجوده والحاجه موجوده وبتقسيطه، حتى لما نسبه الفايده قلت قللنا نسبه الفايده وكذا. ما عندناش مشاكل في التنفيذ، ولكن الاقبال على المنافذ المتحركه اقل. ابتدت تزيد سنه الشهرين اللي فاتوا دول، السبب ما اعرفش. يعني ابتدى يجي لي طلبات، اربع خمس طلبات من المحافظه، خمس ست سبع طلبات من المحافظه. ده ما كانش بيقرا، ما كانش القاعده، كان بيجي لي مثلا كل اسبوع طلب، كل شهر طلبين ثلاثه. انما في الاسبوع اللي فات انا شايف طلبات في المنافذ المتحركه. المنافذ المتحركه حتى هذه اللحظه، وانا عندي هسيب لك يا محمد باشا التوزيعات جمعيتي على كل المحافظات والموقف بتاعها بالكامل. المنافذ اجمالي بعدد 2414 وحده متنقله، تكون توفير اجمالي كذا نضرب في اثنين يعني كفرص عمل، دي في اسطوانات البوتاجاز والخضار والفاكهه والبقاله والمجمدات. المرحله الاخيره اللي هي التموين اللي ابتديناها في الاخر، اللي هي سيارات مبرده عمر 5 طن و 1.5 طن تعمل في نشاط البقاله او المجمدات، انتهت هذه المرحله بتسليم 133 سياره، منها 72 سياره حموله 5 طن و 61 سياره حموله 1.5 طن. الاجمالي حتى هذه اللحظه في المنافذ المرحله اللي احنا شغالين فيها، ال 5 طن 72، ال 1.5 طن 61، ال 1 طن اللي انا قلت لكم الاخيره دي 100، فكلهم 669، ده غير ال 2000 وكذا اللي كنا عملناهم خضار وفاكهه ونواشف.